قواتنا المسلحة خاضت حربا في ظروف هي أصعب ما تكون، ثم إنها بعد الحرب خرجت في ظروف هي من أصعب ما يكون. ويحسن أن نتذكر أن مئات القلوب من الشباب تحت السلاح وتحت أقصى حالات الاستعداد منذ أكثر من 5 سنوات وسط طبيعة شامة وأمام احتياجات ملحة وفي مواجهة عدو يحصل على أكثر مما يمكن. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح.